السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد مدينة قلميم. اخيرا فيز لافر كيتواجد مدينة قلميم. هذا الفيديو غادي نشاركو معكم قلميم 2024، قلميم كي كانت كي ولات. لعليكم هو تبع هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 300 كا. وتحياتي الناس ديال قلميم، كنبغيكم، راكم في القلب، راكم في القلب الناس ديال قلميم. دابا خوتي نخليكم تكتشفوا شوارع قلميم 2024. كاين واحد المفاجأة زوينة غادي تشوفوها معنا، ومعروفة ومشهورة، اللهم بارك. شوفوا، واو، هذه هي التعاونية ديال النحل الملكية ديال عمر بوماطا. غادي ندخلو تما باش ندوقو العسل، والترابي مكاينش هادشي زوين. هانتوما، ها شوف تبارك الله، ها شوف، أي هي 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 المليحة. السلام عليكم. كيداير؟ بخير. صافي بخير. كيداير؟ بخير. كيداير؟ بخير. كيداير؟ بخير. كيداير؟ بخير. كيداير؟ بخير. ها هو عمر بوماطا، حتى هو جاي. ها هو، يلاه وصل. أنا وصلت، حتى هو وصل. ها انتوما، ها تبارك الله، اش بغيتو باقي؟ ها هو، هذه هي السيارة ديالو. اش كاين في سلافل؟ مرحبا، كيداير؟ لاباس عليك، كلشي مزيان، كلشي بخير، لاباس عليك، الصحة زينة، لاباس عليك، العائلة، كلشي مزيان. هذا هو عمر بوماطا، مول العسل. بخير هانية، الله يحفظك. ها انتوما خوتي، كما كتشوفوا، عمر بوماطا، العسل، ها التمنية ديال العسل شحال؟ التمنية دور هكا باش يعرفوا الناس. أييه، ها هي. بالنسبة للدغموس كنبيعو 300 درهم كيلو، الدغموس حاجة كارونتي طبيعية. الدافي المعجب والمختبر في المعجب يدير يديه 300 درهم الكيلو، نص كيلو 150، الرابعة 1600، نص رابعة، ها هي نص رابعة الفريال، الفريال اي هذه الرابعة هذه 1600، 1600 ونص كيلو، ها نص كيلو، ها هو نص كيلو تحت، الليمون 2600 حاجة طبيعية، أما ديال اللوز بركان تحسبوا 200 درهم، نص كيلو ب 100 درهم، ديال الكوكو 80 درهم، نص 40 درهم. بالنسبة للأملو كنخدموا زيت حرة، ياه زيت حرة والعسل ديال الليمون. باش دانا كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في المحل. اييه، كاين واحد الخلطه هي واعره، الخلطه هذه تقريبا كتسمى تقريبا الرباعيه، هذه فيها عسل الحرب ديال الطرموس، وفيها حب اللقاح اللي هو الفولا، وفيها غذاء الملكه التواجد الرويال، فيها المونو بروبوليس. التعاونيه حاصله على اللونصه، وحاصله كذلك على التصدير الدولي. مرة اخرى ديك الصح، دابا عليه حق الصدر. انا كاول تعاون كنشد التصدير الدولي في قليمين. دابا اول انت في التعاونيه هنا في قليمين، اول تعاون كنشد التصدير الدولي، اول تعاون كنشد التصدير الدولي في قليمين. تبارك الله، الحمد لله. التعاونيه عندها محل رائع جدا، الديبون ديال الحل مزيان. هذا هو المختبر خدام فيه صحابة الميراج، كاين تبارك الله، الله يسخر اسيدي، الله يوفقك ويتعافى. هذه الكوموند غادي لفرنسا، هذا الكوموند غادي لفرنسا، ديال فرنسا، هي غادي لفرنسا، الحمد لله بخير. غادي لفرنسا هذا ومسائل، الله يوفق اخويا. انتوما المحل كما قلنا، ها هو فين كاين، انتوما الكورنيش، ها هو اللي باغي يشري العسل يشي تماما. توصل عامة جميع الموديل المغربية من طنجة للقويرة 50 درهم داخلة 60 درهم، جميع الموديل المغربي انا غندير لهم 50 درهم ماشي مشكل. دابا 50 درهم ديالاش؟ توصيل ديال الفريزر، توصيل اييه. دابا اللي غادي يتوصل بالعسل خصو يخلص 50 درهم، اي توصيل السخرة ديالو ان شاء الله. اييه، داكشي اللي كاين. انتوما كما قلنا محل رائع جدا ممتع، جينا باش نكتشفوا هنا، و هذا الشيء زوين تبارك الله، وفي نفس الوقت كيتواجد في مكان رائع جدا، هنا الكورنيش وهنا مدينة قلميم. نتمنى الاعجاب ديالكم، واللي بغى يشري العسل يجي عنده. ها انتوما اخوتي كما كتشوفوا، اللهم بارك، اجواء ممتعة، اجواء رائعة، مدينة قلميم حاليا شهر واحد 2024. نتمنى ان شاء الله يكون خير. مدينة قلميم مدينة رائعة، باب الصحراء المغربية. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله
بحول الله. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا هذا هو شارع اكادير، كما كيقولوا بعض الناس شارع اكادير، بعض الناس كيقولوا شارع ملكنا محمد السادس الله ينصرو، هذا الشارع ديال جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. بعض الناس كيقولوا ليه شارع اكادير، هو في البدايه شارع اكادير زعما طريق ديال اكادير، ولكن من بعد سموه شارع محمد السادس ملكنا الله ينصرو الله يطول في عمره. اذا مدينه قلميم ها انتم كتشوفوا 2024، انا رايي اجواء رائعه جدا. ها انتم كتشوفوا الشجر اللهم بارك، ها هي النافوره رائعه جدا. اذا اش بغيتوا باقي؟ اللهم بارك، هادشي كلشي زوين. ها شوفوا شوفوا تبارك الله، ها الشجاري، ها البوطيات ديال تركيا، اللهم بارك. ايوا هادي هي مدينه قلميم، كتشوفوا السيارات مبلاصين، ها الشجاري. اذا القضيه زوينه، الجو رائع جدا، اللي عنده راه عايش، اللي ما عندوش راه الله يسهل عليه، والحياه هكا اللي دايره، والدنيا هكا اللي دايره، الا الله فضل على بعض في الرزق. اذا الحمد لله، هادشي اللي كاين باش نكونوا واضحين. اذا بعد المعاناه بعد الناس، باش نكونوا واضحين، اذا الا جينا نشوفوا المعاناه، راه تما مشيتي تلقى المعاناه، مشوا اكادير لقاو المعاناه، مشوا لطنجه لقاو المعاناه، مشوا لاسبانيا لقاو المعاناه، مشوا لاوروبا لقاو المعاناه، مسقيه بواحد البارتيه صافي بحال بحال. اذا باش نفسرها لكم، اللي فيه فايده راه غادي ينجح، اللي ما فيه فايده ما غاديش ينجح، اللي خدم راه ينجح، اللي ما خدمش راه ما غاديش ينجح. هادشي اللي كاين، بغيتي فلوس خصك تخدم عليهم وتدمر عليهم، الا ما خدمتيش راه ما غاديش تربح، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقه. اذا هاد التجاره اللي من فيه الكوميساريه، اذا يقادوا الناس لاكارت هنا، يقادوا الوراق ديالهم، اذا القانون كيطبق. وكما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء ممتعه، انا عجبتني قلميم بهذه الطريقه. انا ندير لكم جوله، بعض الناس يقولوا لا قول الحقيقه، هذا هو الواقع. انا باش نوضح لكم، بعض المرات كيكونوا بحال هذوك اضرابات، الله يهدي ما خلق. اذا بعض الناس كيكونوا كيكونوا مخصوصين، اذا بحال هادشي ديال الاضراب الاساتذه، كيكونوا اذا الطمع، فهمتيني، كيكون الطمع. اذا دائما الانسان يطمع، اذا كتخلص 5000 درهم ما كرهش هو مليون، اذا كتخلص مليون ما كرهش جوج المليون، اذا كتخلص جوج المليون ما كرهش ثلاثه المليون. اذا الطمع له نهايه، ما كاينش نهايه نهائيا. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، ونتمنى ان شاء الله هذه المدينه الرائعه جدا يتهلاو فيها. وكنشكروا الرئيسه ديال جهه قلميم مباركه بوعيده، تحياتي للرئيسه مباركه بوعيده، باش نكون واضحين، هي الرئيسه للجهه وكتستاهل هذه الجهه. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا قلميم تبارك الله كاينه المحكمه على اليمين، كاينه المحكمه هنا، كيتحاكموا الناس هنا بالقوانين. اذا اجواء ممتعه، قلميم زوينه بزاف. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، ويا ربي تحمي هذه البلاد الرائعه جدا. وبعد الناس يقولوا واش انت ولد قلميم؟ انا ولد قلميم معلوم، انا فاش كبرت، هذا هو الواقع. بعد الناس الله يهديهم كيقول لك لا راه ماشي هو صحراوي، انا صحراوي، اللي بغى ولا اللي كره، انا صحراوي وافتخر، بغيتي ولا كرهتي انا صحراوي، عندي ادله اللي كتثبت لي بانه انا صحراوي. الا كان عباد الله الاصل كتحكموا على الاصل، والوراق راه هي اللي كاينه، هادشي اللي كاين. راه صغري كان من صغري، من 5 سنين انا هنا، من 5 سنين انا ساكن في قلميم، من 5 سنين اي، والوراق ديالي كلهم، لاكارت ديالي فيها قلميم الاصليه بالضبط، الزياده تغششت. اذا تغششت شنو فيها؟ صحراويين، هادشي اللي كاين. بعد صحراويين كيهضروا بالحساني، وبعد صحراويين كيهضروا بالدارجه ديال الامازيغيه، بعد شي واحدين كما كيقولوا عيط النص، عيط النص، عيط ابراهيم، عيط النص. اذا النص، النص، اذا شنو هي النص؟ النص هي كيهضروا، كاينين شي وحدين يهضروا بالحسانيه، شي وحدين يهضروا بالامازيغيه، عادي جدا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن هذوك اللي كيهضروا بالامازيغيه حتى هما صحراوه، فهمنا؟ هذا هو الواقع. ما يجيش شي واحد يقول لك والله انا ما هو صحراوي، انتوما مالكم ما هو صحراوي هذا؟ قول له يتكلم بالحسانيه، وما هو يعرف يتكلم بها؟ الله يبلبل، الله يبغي يتعلم ليها، انتوما مالكم؟ ما هو صحراوي، ما هو صحراوي؟ اثبت لينا، قال لك قليمي، انت ابن قليمي؟ اي حق، والله انا ابن قليمي، وانت امالك؟ امالك
شر معايا انت ما هو صحراء ولا شيء يحمول هنا طيروا لي الله بلا فايدة. اذا انا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء كنت منه. اش غادي نقول لكم حاجه اللي اكتشفت مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد هنا نقولها وترى بيكالات ما ما كاينش واحد القانون ديال الصغر بحال اكادير هنا لقيت الناس كل واحد كيدير كيما بغا. قبيله غادي ويجي واحد وترى قلت له وترى انا عندي الاسبقيه انا قال لي لا وانت مالك بالزعطه هكا. اذا حاليا وصلنا قربنا شارع موريتان اذا غادي نصور لكم شارع موريتان رائع جدا شارع موريتان وتحياتي للموريتانيين. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء كنتمناه واجواء ممتعه اجواء رائعه جدا في مدينه قلميم. اذا لو كان صورنا في الليل غادي يكون زوين غادي يكون عامر ولكن دابا باقي تبع على الطريق هذا الشيء اللي كاين ندير لكم فيديو ديال قلميم نزرب عليه نصور واحد 8 دقائق ولا 10 دقائق ونسيدو بحالنا تابعنا بقية الفيديوهات. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذا الشيء كنتمناه اذا الله شي تيوي ديال الخير هذا الشيء كنتمناه وكل شيء ديال الله سبحانه وتعالى وترحم على الشباب ديال واد نون ديال قلميم النواحي ديال قلميم اللي توفوا خاص في الحريق اللي كانوا حرقوا باش يبحثوا على الحياه ديالهم السعيده والمستقبل ديالهم. ترحم على الشباب ديال قلميم صراحه بقاو فيا وصلت قلميم بغيت نفكي بقاو فيا هاد الشباب وحق الله احساس لا اش غادي نقول لكم ما نقدرش نفسر لكم بقاو فيا هذوك الناس اللي ماتوا مساكنه دوك الشباب ديال قلميم الله يرحمهم ويصبر العائله ديالهم وربي كبير وهما في الجنه ان شاء الله. والديهم نقول لكم بانهم صبروا الحياه هكا اللي دايره والحياه قصيره والموت لابد هادشي اللي كاين وفي نفس الوقت ان شاء الله في الجنه كلشي ديال الله. اذا باش نكون واضحين العمر باذن الله ولا يصبكم الا ما كاتب لكم اذا مكتب لهم انتهى الحياه ديالهم خاص في الحريق. نتمنى ان شاء الله يكون خير ونتمنى ندخل لكم شارع موريتان ان شاء الله هذا هو شارع موريتان. اذا نتمنى اجتهاد الشباب ديال قلميم خدموا تقاتلوا راه عندكم بلاد زوينه اخي صبروا ان شاء الله يكون خير والله العظيم اقسم بالكعبه الا كنتو كديروا اليد في اليد تتوصلوا ان شاء الله بحول الله ولكن مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد اكبر مشكل عندنا في المغرب هو تقرا تتعيا وما تخدمش اكبر مشكل تقرا تتعيا والخدمه والو. هذا هو شارع موريتان كما كتشوفوا فيه تبارك الله فيه الملاح فيه الزراعه فيه المزيد كما كتشوفوا بعض التقاليد تبارك الله هنا اللهم بارك ها انتم الزراعه لحم الابل الجمال. اذا اجواء ممتعه في شارع موريتان مع الاسف الشديد جيت لكم هذا الوقت. اذا حاليا شارع موريتان خاوي ولكن العشيه كيكون عامر اذا في نفس الوقت الا كان عامر هنا القضيه تكون صعبه جدا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هذه هي مدينه قلميم ونتمنى ان شاء الله ديروا اليد في اليد وتعاونوا بعضياتكم وان شاء الله والخير جاي في الطريق ان شاء الله يكون خير ان شاء الله الخير جاي في الطريق غير شويه الصبر غير الصبر ان شاء الله الخير جاي حاسين بكم وعارفين ولكن مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد بعض الشباب يعانيوا من الشغل من الخدمه. اذا كما كتشوفوا بعد النساء صحراويات. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير ودابا غادي نمشيو لكم شارع طنطان شوفوا. اذا حنا الهدف ديالنا هو نديرو لكم جوله وفي نفس الوقت نوصل واحد الميساج واحد الرساله. اذا نتمنى ان شاء الله يدير الله شي تيول ديال الخير الله يسهل على الجميع والله يوفق اي واحد انسان يجتهد. اذا لا يعقل الا ما خدمتيش راه ما غاديش دير الارزق بإذن الله ولكن سبب الا ما درتي السبب راه مستحيل كيفاش غادي يرزقك الله وانت ما داير السبب تقول لا الدوله عيانه المغرب عيان ما في ما يدار لا حتى شي حاجه باش نكون واضحين. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو الله يدير الله شي تيوي ديال الخير. هذا شارع طنطن اش غادي نقول لكم
الصغار صعيب شويه هنا حيت كاينه شويه الفوضى مع الاسف الشديد. راه ما عندناش فيه قادير هكا، قادير كلشي متبق القانون. واش كيمشي هنا؟ لا، قال لك يقلبها على السبه باش يتخاصم معاك.